السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم للحجامة فاطمة الزهراء. يسعدني ترك إعجاب أو تعليق إذا كانت هذه أول مرة راك تزوري فيها هذه القناة. اليوم جبت لكم طريقة يعني يستعملوها المعالجين والحجامين، ولا يستعملوها في المراكز، ولا هي طريقة تستخدم في الطب البديل، اللي هي هذه كما راكم تلاحظوا فيها، اللي هي المقصة. اللي كاين المقصة هذه انواع، كاين المقصة اللاصقة اللي يكون فيها هذه المقصة، كاين اللاصقة وكاين اللي تجي طويلة. هذه الطريقة يعني تاع المقصة. المقصة واش معناتها؟ المقصة معناتها تعني حرق الأحشاب، كيما راكم تلاحظوا هنايا البخور اللي راه يطلع هنايا، هي هذه عبارة عن أحشاب ممزوجة بالشيح، أحشاب ممزوجة بالشيح. وكذلك تعني المقصة معناتها الكي الغير مباشر، كيما راكم تلاحظوا هنايا الكي الغير مباشر. هذه الأحشاب كي نشعلوها تبدا تحترق، يعني هو كيما البخور، يعني راكم تلاحظوا يعني الدخان اللي راه يخرج اسفل هذه الثقوب هذه، هذاك الدخان اللي راه يخرج منها. هذاك الدخان يعني كي يدخل الداخل في جسم الانسان، راني حطيتها هنا في يدي، يعني ممكن هذه المقصة تستعمل في الظهر، تستعمل في الرحم. يعني انا علاه استعملت هذه تاع المقصة، هي خاصة كثيرا يعني بمشاكل الرحم. يعني هذه العشبة هي جد مفيدة بالنسبة للمرأة، خاصة الأشخاص اللي يعانون من الإنجاب، ولا اللي تكون عندهم مشاكل في البرودة تاع الرحم. يعني هذه المقصة يعني مفيدة للرطوبة، يعني تعدل الرطوبة تاع الرحم. كذلك هي مفيدة لمسارات الطاقة تاع الإنسان، كذلك هي تعطي، يعني هي عندها عدة فوائد. هذه الطريقة يعني اليابانيون هم السباقون يعني في يعني هذه الطريقة، يعني عفوا هذه الطريقة، يعني الصينيون واليابانيون هم السباقون في هذه الطريقة اللي كانوا يخدموا بها. لكن الصينيون يستعملوا معها الإبر الصينية، أنا مش تخصص تاعي الإبر الصينية، يستعملوا المقصة مع الإبر الصينية في نقاط معينة نتاع مسارات الطاقة. المقصة واش مفيدة؟ مفيدة للبرودة كما سبق لو قلت لكم، البرودة تاع الجسم، الأشخاص اللي يعانون من البرودة مثل الروماتيزم، تمتص الرطوبة الموجودة في الرحم، أشخاص اللي يعانون من الإنجاب، ولا اللي تكون عندهم مشاكل في الحمل. كذلك هي مفيدة بالنسبة للسيدات والفتيات الآلام تاع العادة الشهرية، كذلك هو مفيد للالتهاب تاع الجيوب الأنفية، كذلك هي مفيدة للشقيقة. يعني كل حاجة وعندها نقاط معينة وعندها بلايص اللي نديرو فيهم هذه المقصة. مفيد كذلك بالنسبة للخلع، أشخاص اللي يعانون من الخلع، الخلع يعني شهي الدواء تاعها، يا إما الكي كما هذا الكي الغير مباشر، ولا الدواء تاعها اللي هي الفوطة النارية. مفيد كذلك للتبول اللاإرادي بالنسبة للأطفال، مفيد كذلك بالنسبة لآلام الظهر. ضف إلى ذلك يعني بدل هذه الأمراض العضوية، مفيدة كذلك بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من المس والسحر. يعني هذه العشبة تاع الشيح، يعني تنفر منها الشياطين، يعني عندها علاقة كذلك بالأمراض الروحية. يعني هذا المقصة ماشي غير الدواء تاعها، يعني الأمراض العضوية كذلك هي مفيدة بالنسبة للأمراض الروحية. يعني حاولت أني يعني الحمد لله وبفضل الله، ويعني بفضل الشيخ يعني اللي راني نخدم عنده، الحمد لله يعني تحقق لي الحلم تاعي، اللي هو أني نفسي يعني نشري هذه تاع المقصة. يعني الحمد لله يعني توفرت لي يعني هنايا في المركز كاين المقصة. وكذلك سبق لي ودرت لكم فيديو حول تاع الشمع الهوبي اللي هي مفيد للمشاكل تاع الأذن. إلى هنا تنتهي حصتنا اليوم، على أمل أن نلتقي في الحصة القادمة. يعني دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.